قافلة تحسيسية للوقاية من التسمم العقربي تجوب المؤسسات التربوية بورقلا للتعريف بخطر هذه الحشرة السامة وتجنب مخاطرها. العقرب هي حشرة سامة وقاتلة، لا ألعب بها بقدمي ولا بيدي، وأحافظ على نظافتي. وتأتي هذه القافلة في الوقت الذي سجلت فيه ورقلة وفيات عديدة جراء التسمم العقربي. هناك إنشاء ملحقة معهد باستير في ورقلة اللي في هذا العام تخص باستئصال السم من العقرب، وكذلك هناك مشروع في الأعوام المقبلة حول إنتاج مصل هنا في على مستوى ولاية ورقلة. تكوين خاصة ممارسين طبيين وشبه طبيين، وهذا لتكفل أحسن وتكفل طبي بالإصابات، وهذا حتى ننقص عدد الوفيات. وعلى هامش الحملة التحسيسية تم توقيع اتفاق تعاون بين جامعة قاسم رباح ومعهد باستور لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.